تكونوا كامل بخير. جبت لكم وصفه تاع فوندون او شوكولا فارسي بالكراميل. نبداو لي زانغريديون، ما نطولش عليكم. عندي هنايا اون تابليت تاع شوكولا، درت معاها مغرف تاع زبده، نذوبوها في حمام مائي ومن بعد نكملوا لي زانغريديون. نجيبو ريسيبيون نكسرو فيه ربع حبات تاع بيض، ونزيدو ربع مغارف تاع سكر، ونخلطوها مليح بفوي حتى يذوب هذاك السكر. بون، عندي هادو تاع لي كاب كيك، دهنتهم بالزبده. تقدو تاني ديرو في لي مول، ديرو تاني في هذوك لي غام كان لي يدخلوا للفوغ، تقدو ديروهم شي حاجه تكون حاجه صغيره باش تجي مطبوعه. وكاين تاني تاع الومنيوم تقدو ديرو فيهم، انا عندي هادو درت فيهم، دهنتهم بشويه زبده ونجي ندير عليهم شويه كاكاو. انا الزبده درت على جال باش يشد لي الكاكاو. هما هادو ديجا ما يلصقوش. بون، هاي خلطنا هذاك البيض حتى ذاب هذاك السكر، ونجو نفرغوا هذيك الشوكولا اللي ذوبناها مع الزبده. ونزيدوا شويه لافاني ونخلطوا هذيك الشوكولا مع البيض مليح. ونزيدوا زوج مغارف عامرين مليح مليح تاع فرينة. ونجو نعمرو هداك الميلونج اللي درناه، فوالا. هنا بعد ما عمرناهم نجو نديرو، عندي كريم ديسير فوالا تاع كراميل، هكا ومن بعد نعاودو نغطو بهاديك بهاديك تاع الشوكولا. غير بشويه نسعفوها ونغطو تغطى بالخوف، صدير ما تعيش. فوالا، زيدو تاني هادي، ندخلهم في الفوغ يطيبوا على درجة حرارة 170 درجة ومدة من 12 لربع ساعة. ما تخلوهمش غير ربع ساعة كاملة، عسوهم 12 دقيقة هكا وبداو تعسوهم. غادي ندخلهم انايا للفوغ طيبهم ومن بعد نشوفوا مع بعض الريزلتا. فوالا الريزلتا، جو نديرو له شويه كاكاو، سينو تبغوا سكر كلاص تاني ديروه.